دابا نقولوا لاباس لاباس الحمد لله ولا لاباس اسيدي. كونيكسيون دارت فينا ما بغات والله العظيم. لا ولكن تبارك الله الباسان داكشي زويون. لا تبارك الله عليك لا خديمه نقيه خليتيها حتى خدمه ديال اللي هي ما كما كنقولوا الانسان ما كيبخلش حيت هادشي ديال الشجر خصك تعطيه حقه. نعم هذا هذا هو الحد اللي بينك وبين هذا السيد. ودابا هذا الحد هذا خاصو يزيد هو ب 6 متر ويدخل عندك. لا هو كنداها ليا كنداها لك. دابا رديتها دابا رديتيها هو الحمد لله الحمد لله. زويتينا هاد العام راه لا الحمد لله لا تبارك الله لا تبارك الله كاين موجود الزيت موجود. اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تيفي كنعتذروا على البث المباشر السابق اللي كانت فيه مشاكل يعني على مستوى الكونيكسيون كما كنقولوا. لكل شيء لقيناه لقينا المشماش الزيتون العنب تبارك الله خيرات الله في ارضه الباسان تبارك الله كل شيء كاين. لكن المشكل الحقيقي هو الريزو اللي ما كاينش. نعم ولكن احنا قدرنا نتغلبوا على هذه المساله مباشره من نواحي مكناس بالضبط في تراب قياده عين عرمه. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي مهاجر مغربي تعرض لعمليه نصب محكمه بعد ما كرا من عند جارو جوج هكتارات ودار معاه كونترا ونكرو. هذا السيد كيقول لك خسرت 14 مليون باش نجهز الارض وباش نوجدها ارض اللي كريت ومن بعد ما صلحت جرى عليا. واليوم انا متابع بقضايا بمحاكم امام القضاء اللي ما عمرني وصلت ما عمرني كنت كنوي انني غنلقى راسي انني غادي طالع هابط حتى انا وكيجيو لي البوليس للدار وخاصني استجوابات وخاصني وعلى هاد الكبرات القايد هذه وليتي جايه نستثمر وليت لقيت راسي انني مطالب ومتابع. غادي نخليكم مع الحاج مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي اللي غادي يكشف لينا كيفاش اليوم لقى راسو ضحيه ديال هاد العمليه اللي هو كما كيقول كنت ناوي غير الخير وانا جاي غير جاي لبلادي حبا في هذا الوطن. واخا تفضل الحاج حبا في سيدنا اللي عيطنا وقلنا اجيو اجيو تستمروا بلادكم. اللي جينا نستمروا بلادنا راه لقينا مشكل بزاف. نعم عاودينا سيدنا من الاول سيدنا اللي جيت لهنا شريت هذه البلاد هذه شريت من عند جوج ديال الخوت اللي سمع اني شريت من عند خوت وجوج خوتوني هما اللي خديتي من عندهم هذه البركات شريت من عندهم اسيدي. ملي سمع لي شريت من عندهم قال لك الحاج شريتي شريتي خذ كل شيء من عندها. قلت له ودي الفلوس اللي عندي راني عطيتها لخوتك يا صبر عليا مده عام. أنا أنا البلاد أنا غادي ناخذها من دابا دير معاك واحد المدة ديال ساعة ندخلوا زيد أجي ندخلوا نشوفوا الريزو اش غيدير معنا هذه المرة الناس يشوفوا معنا هذه الضيعة الجميلة. نعم زيد هذا السيد نعم معايا نعم. العام الجاي ونجي نعم. صبر معايا العام الجاي نجي ونكمل لك نعم ونبداوها بعدا بالكرا بديتيها معاه بالكرا بس زعما يقول راه أنت اللي غاتشري غادي نقول راه في الكونترا مكتوب كل شيء مكتوب الكرا مكتوب الكرا والشرا انا الاول راه ما كاينش اللي غادي يدخل من غير انا. نعم. نتصلح البلاد تصلح البلاد خدمت البلاد نقيت كان الشوكره الناس كلها تعرف هذه البلاد كانت مكرفسه المهم خدمت البلاد مزيان. المهم بديت نخدم ملي جيت في شهر 7 جبت فلوس معايا باش نخلص السيد قبل العام هذه بعد هاد الثلاثه هذه خالصه هذه اللي كانت خالصه يمتي تريم حفظين مراجعه مخلص الارض سالمه ما خاص فيها حتى شي حاجه الحمد لله. يعني اي حاجه طلبت اي حاجه طلبت الدوله تنفي تجري عندنا نخلص اي واجه غير قرب نعم. الميكرو نعم اي حاجه طلبوا لي تنمشي نخلصها ما كاين حتى مشكل مع مع المخزن ولا مع البلاد. البلاد مصافيه نقيه. المشكل اللي عندي وهو مع جاري جاري راه تكرفس عليا هذه السنين من 2018 الى الان. هو تيدعيني علاش تيدعي ما فهمتش. واخا انا شريت من عند خوتك واخا انت ما موجوداش عندي فلوس نعم. خليني العام الجاي نجمعها نجي نعم. كريتيها من عنده نعم فعلا كريتيها من عنده كريتها من عنده ب 14000 درهم كان فيها الزيتون كان فيها الزيتون فيها الزيتون 14000 درهم ودخلت البلاد حرطتها وزرعت فيها البطيخ العام الاول. ملي جيت في شهر 7 لقيتهم صيفط لي البرا قال لك اسيدي ما تليش بيع لك قال الارض مخدومه نقيه مسكده. وشنو درتي انت في الارض؟ صافي الارض راه سلحتها الارض كانت كلها غير الشوك والعليق والشعاب والخدامه تيحيدوا القصب والكميه تيخوا الرمله والتراكس تيتعوا داك الشيء تيقادوه. المهم شاف الارض قادات ولا دار عليا ما بقاش باغي نبيع ما بقاش باغي نبيع عليك ودالي من بعد من حقه الا ما بغاش يبيع من حقه من حقه ماشي مشكل ولكن يبعد عليا يرد لي رزقي ويبعد عليا ما يدعينيش علاش تيدعيني دابا فهمت علاش تيدعيني مشى دعاك هو راه داعيني راه من 2016 هو تيدعيني من 2018 هو تيدعيني جا دار 100 القايد المحكمه في 2021 شنو داير انت الحاج؟ ما نعرف انا في دار خمم انا وليت نخاف دابا وليت نخاف اشنو داير؟ ما داير والو ما داير حتى حاجه ما داير صافي السيد جالس بلا شغل انت تمشي مهاجر تمشي تشوفوا الخدمه ديالك انا مقاول انا في فرنسا راه مقاول عندي شركه تما وباغي نستمر هنايا ولكن لا حول ولا قوه الا بالله. دابا لو كان لقى لي شري من عندي نبيع ويمشي بحالي
كاع يا حسن يا قنطتي كاع بزاف ست سنين وانا في المحاكم فين ما نجي من فرنسا نلقى شي كايه في الدار لا بزاف هذا ظلم ظلم وظلم كبير وانت السيد قد... ما ديري والو ما دايلو حتى شي حاجه عاود لينا كيفاش كريت من عندك كريت من عنده ملي جيت قلت لك في شهر 7 الخيط ودرتي في الكونترا انه لك الاسبقيه في الشراء في الشراء انت كانت عندك النيه ديالي ديال الشراء علاش نطي نسلح علاش شحال عطيتيه شنو درت معاه قلت لي قبيله انك عطيتي عربون عطيتو 200 عربون ديال الشراء هذه ديال الشراء و14 ألف ديال الكيه جيت في شهر 7 قال لي ما تيش بالك ما انا ما ديتهاش فيه قلت سيد راه يمكن غير باغي يتفلى علي ولا شي حاجه مشيت بحالي جيت في شهر 11 نحيد الزيتون لقيتو الدجاج مع الزيتون yeah. الارض تتسوى 2000 درهم 1500 1600 لا الهكتار الخطار الخطار باش تذكرها انا كريت عنده ب 7000 درهم على حساب الزيتون الغله قسين ديها انا يعني عامره في الجرها عامره في الجرها داري الغله قالوا لي الناس اللي كانوا يخدموا معاه دا فيها 3 طن و600 زيد على 14000 درهم زيد عليها 20000 درهم ديال العربون راه بزاف ها بزاف وفي الاخر مشى لك راه دائما يدعيني راه هو تيدعيني دائما راه من شهر من 2018 بدا يدعيني دعوه مورا دعوه زدنا جدارميه وزدنا القياده وشنو هاد الدعاويش كيدير فيهم؟ راه تيقول لك قاطع له الطريق ما عندوش من يدخل بلادو بلادو راه تيدخل لا بلادو هي هذه اللي جنبنا اللي جنبنا بلادو هي هذه راه مخدومه راه دابا بلاتي اجي معايا دابا هادشي الفوقاني انت اللي خدمتيه هادشي كلشي خدمته من الزيتون وديتها كلها هكا حتى للراس دابا هادشي اللي خدمتيه وقاديته من الزيتون لهنا هاد القصبره ما كانش هذا السنين هذا السنين عاد رجع السنين باش ولا مو القصبره ما كانش كالها وكان بحال ديالي ليه شوف ديالي كيفاش دايره وشوف هذه كيفاش ولات باش نعاود نصلحها دابا لا حول ولا قوه الا بالله شنو اللي خلاك ترجع انت سيد الحاج واللي جابك وانك جيت حط رزقك وش قال اش قال سنين 42 عام راه ما سالش 42 سنه وانا في فرنسا دابا راه عندي 73 عام تبارك الله ومازال شاد راسي وبازين باقي نخدم ولكن مع عام غادي نخدم راه ما كاينش المهم المشكل اللي عندي وهو في المحكمة أما المشكل ديال موالين الماء جاو عطاوني الماء الله يكثر خيرهم موالين الضوء جاو عطاوني الضوء الله يكثر خيرهم مالك في المحكمة شنو؟ المحكمة تأتي تيدعي لي يعطيو حق هو تيعطيو حق هو أما تعرفش حقي أنا شحال حكموا عليك دابا مؤخرا؟ حاكمين عليا في البداية ب 4000 ريال 200 ولا شحال 200 درهم ياك 4000 ريال 4000 ريال حاكمين عليا في النهار ديال اش 4000 ما نعرف خلصها له قال راه ضايع هو ما تيخدمش بلاد هو البلاد مخدومه بلاد مزروعه راه السيد كيدير وماشي غير هذا نجيب لك الناس اللي كانوا قابطينها مده ديال 60 ولا 70 قابطينها هما اللي تيزرعوا ما تيحرثوا ما تيخدموا تيدير كل شيء السيد راه قدام تيقول لهم راه حارمين من كل شيء قاطع عليا الطريق الرئيسي انا ما قاطع عليا الطريق الرئيسي الطريق الرئيسي هي دايزه مكنازعين اي مكنازعين هي هذه الطريق ديال مكنازعين هي القنطره هي القنطره هي هذه هي الطريق الرئيسيه طوموبيل دايزه مكنازعين جمعه تلقى تيقول لهم قاطع عليا الطريق المهم المحكمه راه مازالت تحكم لصالحه حكمت لصالحه يعني هو حاكمين عليه ب 4000 ريال الحساب هو شنو دا دابا على علم الله انت ما كتحضرش انا ما تنحضرش علم الله على برا على برا واش تيدفع لهم ما نعرف اش من البروف تيدفع لي جيستيف اللي كاين اش تيدفع ما نعرف شهود الله اعلم اش انت يدير الله اعلم المهم حكمي تجي كتلقى راسك حتى صافي راني محكوم محكوم صافي صافي خلص 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 بعدا 10000 ريال باش حكموا عليا هنايا ديال واحد البوطو لقيته في البلاد ديالي ليه حيتو لقيته في بلادي حيتو انا قلت لها جدرميه قلت لهم لقيته في بلادي دابا الناس كتسول كتسول كتقول انه المساحه كلها كدير فيها 5 قطارات ونص اييه انت شريتي 3 قطارات ونص سالمين خالصين المحافظات على كل شيء بديت ترعب كل شيء فوالا بقات جوج ديال الكرات الاخ حتى هو بغى يبيع اي هو راه هو اللي طلبني باش يبيع لي هو اللي طلبني وفضيت انا وياك قدام خوه غير انا ويا خوه اوناطوندون توجد عندنا الفلوس الخلاص ديالك اي واحد العام كرا باش تبقى ريزيرفاسيون وهذا الشيء هو اللي درتوه في الكونتر هادشي درنا في الكونتر عند النوطير الكونتر راه كاين وديت بها للمحكمه مقابل 14000 درهم كرا و20 درهم افونس ديال العربون ديال الشراء ديال الشراء ديال الشراء اي الشراء مشيتي رجعتي قلب عليك قلب عليا نكرك نكرك وانت يدعيني دابا المشكل دابا انا غير يديك فلوس مشاك يدعيك انا ديك فلوس غير يديها غير بعد عليا من المحكمه غير يديك فلوس يديها بعد عليا تندعي لله تعالى امام الله سامح فيها حتى سمحت فيها امام الله غادي نقبطها خلي يديها ماشي مشكل امام الله غادي نشدها غير الله يهنيه انا غير بعد عليا من الوسخ دابا تيوسخني فين ما نمشي ونجي نلقى دعوه المحكمه قاضي تحقيق صدر 3 شهور كل 6 شهور نجي من فرنسا تنجري باش نحضر الجلسه عند قاضي التحقيق كل 6 شهور 3 شهور ولا 4 شهور 3 شهور الشهر الرابع طلب لي شهود ديت له الشهود قالوا ديال السيد شنو بيناتهم قالوا ديال السيد راه ما عنده حتى شي حاجه ديال عذر هو هذا تيدعي هذا على من ما نعرف
باغي يدعي. راه باغي يدعي. قالوا واش قاطعلو الطريق؟ قالوا ما قاطعلوش الطريق. هاد السيد هذا راه كما قلت لكم راه جاب جدرميه، جاب المهندس، جاب التراكس، قالوا حنا اللي حاضرين. هاد السيد راه ما حاضرش عليا انا، راه ما كنتش حاضر. قالوا حنا اللي حاضرين وعيطنا له، قلنا له دي سيد راه جاب التراكس غادي يجيب لك كل شيء، مشى الشجر مشى كل شيء غادي يقطعوا لك. ملي جا المهندس يعبر لقاه واكل ليا 6 متر في الارض ديالي انا، داها ليا ملي بدا يحط البيكي باش المهندس ما كيلعبش، من عنده لاباراي، عندهم القمر الصناعي. هاك الشيء اللي قالوا له، قال لهم لا انتم جيتوا معاه تطاشي من هنا، جيتكم باش تعاونوني انا وتتعاونوا هو. كيفاش جيتوا معاه؟ وهذا هذا هذا يعطيوني داك الشيء اللي بغيت وانا جيتوا معاه. ولا جيتوا معاه داب زعما المهندس جمع حوايجهم ومشاو بحالهم، لا ما وقع حتى حاجه الحمد لله، داس بسلام. وانت ما ظالمش هذا السيد ما داخل ليه؟ لا والو لا والو، ما كاينش حتى شي حرام ولا قلت لك. راه هذا دابا هذه الحداده راه مخلي هذا الحد بعدا، راه الشيبه بعدا تبارك الله كل شيء دايرين الحمد لله. حتى هذا الحد هذا، هذا الحد هذا يجي مهندس عاود يعاودوا هذا الحد، هذا الحد يجي مهندس الا تصاب دايلو سنتيم سنتيم نعطيه انا 10 متر سنتيم الا قاد ديالو انا نعطيه 10 متر. شنو يعني اللي خلاك انك تدخل البلاد ودير هذا الانفستيسمون؟ المهم سيدنا، سيدنا هو اللي هو اللي قال لنا، سيدنا تيطلبنا بلا هو الناس المهاجرين اللي بغاو يستمروا بلادهم مرحبا بهم. انا لو كان لقيت اللي غادي يقول لك وانت عندك رزقك اش جابك للبلاد؟ قالوا هاني قالوا هاني قالوا هاني والله الا مشينا الحج، مشينا الحج الحمد لله مشينا. دير لي شي والله يمكن هذا حقك في الارض. والله الا عياو فيا كاع علاش جاي، قال عفاك الله مشيتي بحالك علاش ولا اش ولا يدير هنايا ولا المشاكل ولكن لا ولكن شوف الحاج يا والله تتولي، وسمح لي ناخذ لك الميكرو، والله تتولي خوتي المغاربه، لانه تبارك الله تلقى يعني حتى واحد فينا ما كره يكون عنده بحال هذا الخير هذا وبحال هذه البركه هذه اللي ربي سبحانه وتعالى انعم بها على هذه الارض هذه. شوفوا الزويتينات، شوف الزويتينات، واش هذه البركه هذه غادي يسخى بها شي واحد؟ فراه الناس يعني راه سمحوا في المدينه، سمحوا في كل شيء، وسمحوا في خدامهم وجا باش يجلس في وسط، لان هذا هو الاصل. غازان داير معصره، اصلنا عروبيه، اصلنا عروبيه، عروبيه 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 عروبيه، راه كابر هنا، خلقيت هنا وكبرت هنا. هاد البيت نعرفها ملي كنت بدير دري صغير، لا كنت نسرح فيها. ها الطريبه هادي، ها الطريبه هادي، ها هي حلوه فعلا، هادي ارضي وكنت نسرح فيها هادي. انا ملي كنت صغير عندي 6 7 سنين تنسرح كسيبه هنا، انا هاد الارض عارف اش تتسوى، ووالديا هنا وكبروني هنا وباغي نرجع لبلادي، وتنطلب سيدنا لا باقي شي ارض شي بلاصه بعيده على هادي يعطيها لي نكريها 60 كتار 70 كتار 100 كتار، خرجنا من هاد البلاصه هادي. هاد البلاصه هادي راه ما صحش، يطلع داك الدم الحاج. هاد البلاصه هادي يعني الظلم، الظلم راه الظلم ما مزيانش، الظلم ما مزيان. تقهرت تقهرت بقى بالحاكم، دابا ترخى في الديوان عاود، ترخى في الديوان. غدا يبي لك شي مهندس يقول لك راه دار لي شي حاجه ولا شي، طلع لك الديوان داخل. شفتي الله مسكين الوليد ما عيط لك دابا؟ اه انت اسمع، ساق ساق الخبر، ها هو عيط. وليداتك دابا تما راه مخلوعين بزاف دابا، حتى يشوفوا الحشيش. ما تقصدش يا با هنينا، غجلس اجلس والله لا عيو فيا. ياك علاش دير تما كاع؟ علاش تجي دير تمايا؟ في شهر 8 ديال العام الاول عيطنا سعاد العامل، دارنا اجتماع تيطلبنا باش نرجعوا حتى هو سعاد العامل الله يكثر خيره، تيطلبنا نرجعوا. سنويا كيدير يوم مهم. اييه وحضرت ماشي محضر. قدموا مساعده السيد العامل هذا كيعاونوا. تيعاون الله يجازي بخير. ما لقيتيش المشكل في الاداره؟ في الاداره ما كاين حتى مشكل، قلت لك مالين الماء، مالين الضوء، الاعانه، راه استفدت من الاعانه. القائد كل شيء. كل شيء راه استفدت من الاعانه. انا استفدت منها، الضوء دخلته، الماء دخلته، المبتدئين ان شاء الله ندير مع نصر الله سخر الله. ما كتب شاي زاد شي حاجه اخرى، بيع بيع خو بيع خويا دي ارض الفلوس الموالي. ما تخويش وما نخليوكش تخوي، لانه هذه بلادك وكاين القانون الحمد لله اللي كيحمي حقوق والممتلكات ديال كل شخص. فاليوم مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، وهذه يعني كما سمعنا الشريف الان كيقول الحاج انه هذه دعوات اللي كانت يعني من طرف ملكنا محمد السادس نصره الله وايده اللي توجهت للجاليه، واللي اليوم كنشوفوا عدد من المشاريع الرائده اللي تبارك الله اليوم يعني هذا الخير هذا اللي كنشوفوه دابا. هادشي ماشي ساهل، وهذه هي الفلاحه، وهذه هي اهداف كما كنقولوا المخطط الاخضر وكذلك الجيل الاخضر، انه نشوفوا ضيعات بهذا الشكل عصريه معصرنا كتخلق فرص شغل. اليوم هاد السيد كما دار هاد الحقل ديال الاشجار الزيتون، الاشجار المثمره، كذلك الان كيوجد باش يدير معصره ديال الزيتون. اذا هذه هي الفلاحه العصريه اللي بغينا المغاربه كاملين طبعا، واللي
كذلك كما سمعنا ان هذا السيد راه استفاد من الدعم ديال الدوله في هذا الباب وخذا الاعانه من اجل تجهيز الارض ومن اجل انه يدير باصان وانه مجموعه ديال الحويجات دارت. اذا الحمد لله ملي كتسمع هذا الكلام على عكس بعض الناس بعض المرات كتسمع انهم راه لا راه ما داروا معايا والو ما عطاونيش، فهذا بعد الحمد لله كنقولوا وها هو الاثر امامنا اننا كندورو في ضيعه ورشوا معايا الزويشينات تبارك الله هذا العام غيكون الزيتون، هو اللي بغى يجي يشري الزيتون ها الحاج ياك الحاج ها ها ما تقنطش الحاج ما تقنطش غيكون غير الخير ان شاء الله. فكما كنشوفوا هنا الطبيعه والجمال ديال الارض اللي عطانا الله، لكن هذا السيد اليوم كيقول لك انني طحت يعني في ضحيه ديال واحد العمليه واحد النصب اللي محكم بواحد الطريقه اللي انا ما فهمت فيها والو وما هادشي ما هادشي ما عطينا الميكرو الحاج هادشي الحاج ما معودش عليه دابا نتوما دابا فرنسا راك عارف حنا ثاني نعيشوا فرنسا عام تنجيو شهر تندوز داك الشهر ديال الفاكاس نمشيو بحال خير على خير لا والو لا والو لا والو لا والو لا والو انا اعوذ بالله من قلت انا نخزن ما عمري عرفته ما تنمشيلوش وما تنبغيش تنخاف منه. شحال واصل دابا كود انفستيسمون هنا الحاج باش وصل فين تبارك الله لهاد المعطيات وهذا الشيء اللي كنشوفوا اليوم؟ ها هو تراكتور ها المحلات كتقاد تبارك الله الحمد لله وهذا الشيء اللي غيخدم عباد الله الحمد لله. هنا هنا جوج كترات من عند خوه ب 78000 70 مليون ومن عند اختو ب 58 مليون والبسان ب 65 مليون والاصلاحات ما نقدرش نقول لك الاصلاحات. ودابا داك الشيء اللي مشى لك ديك الارض اللي صوبتي ليه صافي هذاك هذاك دعينا الله تعالى دعوة ديال الله فضل كل شيء. انا غير بعد انا غير بعد عليا قالوا نخويه من هنا قالوا نخويه سي قالوا نخويه قالوا والله بيا لا بقى هنايا قالوا نخويه وفعلا غادي يخوني الا بقيت المحكمه هكا معايا غادي نخوي. شوف دابا انا غادي نرجع وغادي نقول لك شوف هو اشنو كيقدم للمحكمه اشنو تيقدم الله اعلم شنو كيقدم الله اعلم لا بقى المحكمه وداك الشيء اللي المحكمه تطلب لي الطريق تقول لك سبتي حط الطريق انا ما حطوش الطريق انا الارض ما نعطيش مترو شتي مترو خرجوا للجنه ما شافتش الارض راه مقاده هاد الطريقه حنا فيها فكرتيني جاو نهار اللي جات اللجنه نهار 2021 جاو مشاو بحالهم جاو مشاو بحالهم اشنو لقاو الله اعلم انا ما كنتش اشنو لقاو ما نعرف شنو اللي يحسبوا عليك وشنو قيدوا عليك شنو قيدوا عليا الله دابا دابا التواجد ديالك ما كاينش ما كاينش هذا هو المشكل حنا كنمشيو وتنجيو ما كاينش اللي هنايا واقف لك ولا هنا ايوا الخدامه ما عندهم غراض خدام تيجيو تيشوفوا الصداع تيجيو تيمشيو قلتو تدعيو تيمشيو بحالهم تيخاف يمشي بحالهم لا هذه هي المعصره المعصره هي هذه ان شاء الله تتكون ان شاء الله تنضرب هذا العام العصر ان شاء الله جبتي الما كان جايب ان شاء الله الما كان كاين ولكن باقي ما عطونيش رخصه تنطلب الرخصه باقي ما عطاوهاليش وشنو الطلب ديالك الحاج اليوم؟ الطلب ديالي هو سيدي بعد عليا داكشي اللي داري الله يهنيه فين وصلتوا دابا؟ وصلنا دابا المحكمه باش حكمت البدايه حكمت بالاستئناف بحال اللي هذاك الشيء حكمت البدايه باش حكمت على باش الاستئناف حكمت ب 10000 في النهار و 300 ولا كيفاش تقول 60000 انا 3000 يورو 3000 يورو 60000 ريال 300 يورو ماشي 3000 60000 ريال 60000 ريال 300 يورو اي ولدي ديال اي بلورو اي بلورو اي بلورو 300 يورو 300 يورو باش حكيت لك قال لك المده اش؟ قال لك قال لك عامين شنو؟ يا لاش دابا دابا راح المحكمه حكمت في البدايه وقيلا واش في شهر ثلاثه ولا في شهر واحد الان لا من شهر واحد حسبني من الاحكام حتى دابا ب 4000 في النهار 4000 في النهار انا دابا انت دابا احنا في هذه اللحظه هذه دابا انت راك اي راه متوع راه متوع انا دابا متوع نخلص اي هو تيقول لهم راهي ما ترخمش البلاد راهي ما تدخلهاش دابا هذا النهار طالع لك ب 4000 طالع لي ب 4000 ما سلمت عليها ب 4000 دابا راه من سيمانه غادي يجي التنفيذ من سيمانه لا دازت نهار 16 في الشهر من خمس ايام ست ايام غادي يعقد غادي يجيب الاستئناف الاستئناف دازت الاستئناف تأييد الحكم ما قدمتيش انت قدمت كل شيء قدمنا الشهود قدمنا العلقه القضائي جا صور البلاد مزروعه محروطه الشهود عندي خمسه ديال الشهود ولا سبعه الشهود اللي تبعنا داك الشيء كل شيء ما كاينش كل شيء طلع حتى حاجه ما تخلي حتى حاجه ما قبلوها لا قبلوه غير هو تبارك الله ولا هو هنا هو عصمان هنايا الطلب ديالكم اليوم اسيدي الطلب ديالو كما تنقول لك تنقول لك انا غير بعد عليا داك الشيء اللي دار لي الله ينيه غير بعد عليا من المحاكم انا ما قد على صداع ما قد على وسخ كل شيء دابا خايف خايف بزاف ماشي شويه انا باش انا عيطت لك قايد حقي ويجي عليك البوليس الدار اشنو داير قاتل داير بيع الحشيش داير بيع السناح راه هادشي راه بزاف راه بزاف انا جيت غنستثمر في البلاد ايه ملي جيو عندي بوليس راه خلعونيش حنا بغيناك نسمعوا لك تمشي معنا او اشنو كمشيت معاهم قال لك اودي قلنا شنو عندك ترى ما عندي حتى شي حاجه واحد السيد فلاح قال هذا مهاجر شريت الارض هنايا
تنجي من فرنسا تمشي نشوف الخدمه ديالي تنلقى برزقي كاين شي خدامه نخلصهم كاين شي حاجه ما نقدر نخديها نرجع عاوتاني ندير الخدمه ديالي قالوا لي شي حاجه نخلصها قال لك لا ما يمكنش قلنا شنو عندك قلت له راه ما عندي حتى حاجه قلت لكم الصالحه راه ما عندي حتى شي حاجه كاين ما عندك شي نزاع مع شي واحد قالوا لي نزاع قلت لهم قلت له ودي واحد السيد راه باه لي ودار عليا اش دار لي اش دار لي اش دار لي اش دار لي هادشي اللي قلت لك راه اللي قلت لهم وفعلا سمعوا لي وداروا ما خايفك تقول لي يعطيني غير الفلوس وكيزرب عليك دابا كيقدم لك هاد الدعاوي الله يحفظ من كل شيء الله يحفظ كل شيء خب عليا ماشي مشكل خب عليا ما يعطينيش اعطي الله برزقي الحمد لله ما خصني غير خليني ترانكيل غير خليني ترانكيل سير راحت راسي صافي هادشي اللي كان تنطلب خلي غير راحتي نجي فرحان ونمشي فرحان ملي تنجي وحنا مشاكل طلع هبط طلع هبط جي واجي وزيد هذا الانسان اللي راه كاينه مشاكل شخصيه بزاف بزاف كاين المراه عندي مريضه عندي مريضه الوليدات بوليداتهم مصاريف يعني كثيره هادشي اللي فينا يكفينا انا الحمد لله الخدامه عندي تما تبارك الله كاين سنه توصل 50 60 خدام راه خصها تخلص خصها لي شارج ديالها فرنسا القانون فرنسا ماشي هو انا راه زيد الضريبه زيد التيفيا زيد الخدامين معاك كطلع كاملين خاصك تعطيهم ديالهم معلوم كل شهر خصها خمسه في الشهر خصها البيت تكون داخله داخله تكون ديالهم داخله الحاسوب لا حول ولا قوة الا بالله شكرا شكرا خويا كان تنطلب لسيدنا يشوف معايا يمشوا من حالي في القضية هذه ويرجعوا نقضوا الابرام الان لا مازال مازال يمكن 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 نديرها يمكن نديرها السيمانة ما نقضي نقضوا الابرام راه هزني الماء هزني الماء حقك حقك هذا لأن التقاضي نعم. يبدا من الابتدائي وعندك الستينات نعم. وكتمشي لجميع درجات لا نقضي الابرام عندي عندي اجاكي محمد الحمد لله القضاء المغربي كيوفر الحمد لله الحمد لله حنا تنقبلوا الاقضاء ولكن الظلم ما تنقبلوش انا هادشي ظلمني دار ميكور انت ما وحلتي مع دوله ما وحلتي مع لا حكومه لا لا ولا وحلتي مع مع جماعه ما وحلتي مع حتى واحد كلشي مزيان معايا الحمد لله كلشي مع جاري كلشي مزيان حبيبي ما مشيت طنحت شي حاجه هذيك قبل المينودي مرحبا غير 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 هذه غير هذه واحد السيمانه مشيت للحوض المائي على هذه قال لي غير المديره راه خارجه مشات عندها شي تبع في الرباط باش يعطيني ديال الرخصه كلشي الحمد لله كلشي ناضي كلشي بما مشيت الحمد لله الاداره هي راه وعات بهذا الشيء خصوصا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله فعلا على الاسبقيه اسبق اسبق سيدنا الحمد لله هذا سيدنا الله ينصرو سيدنا الله ينصرو راه هو اللي دي العمله باش جا هنايا سمع الخطوه مع مواطن مواطن واحد جرجرك جرجرني ست سنين سنين في المحاكم فين ما جي لقى العوا جديده فين تيدبر في هاد الهضره وفين تيدبر في هاد الشهود فين تيدبر في هاد الزوير المهم السيد نصاب كبير هضر بصراحه نصاب واكلني ودالي رزقي ودالي وضيعني في الخدمه اللي خدمت وفي داك الشيء اللي دا كله دعينه الله تعالى مشات فلوس مشات فلوس دابا غير راحت بها غير راحت بها مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في وكما كتابعوا معنا الان وعلى المباشر فالان يعني ها كما كنشوفوا هذه الخدمه راه باقي السيد خدام باقي السيد كيجي في السلعه وباقي كيقاد في الامور ديالو يعني كما كنقولوا المخطط الاستثماري ديالو راه غادي طبعا بالتنسيق مع الجهات المعنيه والسلطات المختصه في هذا الباب هذا الجميل اننا نشوفوا امامنا مثل هذه المشاريع اللي مهيئه بشكل جميل وصوره جميله بلا عشوائيه وبلا ديك الروينه اللي كنشوفوها في بعض القرى وفي بعض الاماكن اللي زعما كتقول ها الخير موجود ولكن راه ما عليهش حاله الخير الحمد لله على الاقل بعد داكشي كنشوفوه هنا مستف مقاد مجهز هذا هو الشكل نعم الحاجه اش بغيتي تقول نقطع فك نسيت ما قلت شيء ديال الاعانه المغرب الاخضر راه هما اللي جاوا جهزوا الارض المغرب الاخضر المغرب الاخضر هما اللي جهزوا هما اللي خلاو هذه الارض كل هذا الحد اللي داير من الشجر تخلي 7 متر 8 متر باش تبقى تاكل فين الدور نعم نعم يعني بالمعايير داكشي بالمعايير القانونيه داكشي تقنيا واحد النهار دازت البيزيره من هنايا ديال عنار ما دازوا لقاو الشجر تيقلبوا عليه تلقوني السلام عليكم وعليكم السلام قال لك منين جيتي هذه الخدمه هذه جيتها من برا نعم جيتها من برا كيفاش من برا طريقه اللي اشتغلت بها اللي اشتغلت بها قال لك بديت فين قريت فيها شي وكنت لا انا اللي عجبني صراحه انا الحاج انا عجبني الباصه يعني الباصه راه درتي تبارك الله مبني بيطون ارمي يعني صندوق ديال البيطون ارمي داكشي ما تشطرش ما كاين لا ميكا لا يديك داكشي برو بروفيسيونيل بالبومبات بالمسائل وغتشوفوا هذا الشيء مشاهدينا في روبورتاج اللي خديناه بالتفصيل لانه المكان اللي فيه الباصان شويه الريزو فيه ضعيف حاولنا ناخذوا غير هذه الباصه باش ننقلوا لكم وهذا عدد ديال المشاكل راه ماشي غير هذا اللي كاين ماشي غير الحاج راه عدد ديال الناس وعدد ديال ابناء المهجر ومغاربه العالم اللي حبهم لبلادهم اولا ولملكهم ولتلبيه النداء ودعوه والدعوه ديال صاحب الجلاله اللي اليوم كنشوفوها يوم يوم المهاجر بمجموعه من العملات ومن اقاليم المملكه كيتعقدوا لقاءات مع الجاليه المغربيه مع الناس اللي عندها افكار الناس اللي جايبه التجارب والخبرات ديالها كنتكلموا على 42 سنه جاي باش غادي انفيستي واحد الكود انفيستيسمون واحد
المبلغ المالي ماشي سهل، هذا راه غيضخ في الاقتصاد الوطني ويساهم في التنميه ديال البلاد. اذا اليوم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي للطرف الثاني كذلك حق الرد، حنا ما غنجيو لا من هذه الجهه لا من هذه الجهه، لكن كنناقشوا الموضوع اكروسو موضوع كما كنقولوا يعني من صفه عامه، لانه الاستثمار اليوم حنا محتاجينه، والاستثمار هو اللي غادي يفك المعضله ديال البطاله وديال الفقر والهشاشه ومجموعه من المشاكل، وهو اللي غادي يخلق الثروه. لكن ملي كنلقاو الاداره مشات مزيان ضروري تخرج لك شي حاجه ودير لك العصا في الرويضه، سبحان الله. زعما كنتمناو مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي انه النداء ديال هذا السيد يعني والطلب ديالو اليوم المحكمه كما كيقول حكمات عليه من شهر يناير انه يؤدي لهذا السيد 200 درهم في النهار استغلال على 6 مترو اللي هي البلاد ديال هذا السيد. وجا المهندس وقال لك هذه البلاد راها كاينه، يعني انا كنتكلموا على المهندس الطوبوغرافي، يعني راه عنده التقنيات ديالو التكنولوجيا باش كيعرف فين كاينه ديك البوان ديالك، فين كاينه البوان ديال الاخر، فين الحد ديالك وفين الحد ديالو. هاد جارو وما قبل الشهاد المهندس، قال لي من المهندس اي برهوش ياه برهوش قرا حتى طاب عمرو تقرع راسو في الاخر هو برهوش 30 ولا 40 ديال لاباراي باش خدام متصله بالساتيليت داكشي، يعني راه كنعرفوا داك الناس راه ما كاينش اللعب. هنا قالوا لي هنا في القبيله جري عليه، قلتي لي جرات على المهندس، على المهندس قالوا خويا قالوا جيتك تعاوني ولا جيتك تعاون هو، قالوا راه يا ديروا لي خاطري ولا سيروا بحالكم. الله الله تبارك الله عليك. تما جمع حوايجهم مشاو بحالهم تما الحمد لله سلكت القضيه ما وقع حتى شي حاجه. فهذا الشيء اليوم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي اللي كنسمعوه، الا كان هذا الكلام صح فهنا كنتمناو انه التدخل هو الضرب بيد، والضرب بيد من حديد، لانه اليوم ما خاصهاش تضيع الحقوق ديال الناس بسبب بعض الناس. بعض انا ما كندويش على هذا الشخص المعني بالامر، على بعض الناس اللي هي كتكون فاهمه او مساليه راسها وموجوده انها تمشي للمحكمه وتطلع وكيعرف هذه، راه كاينين هاد الناس هادو ولاو عندنا معروفين اللي ولاو حريفيه في المحكمه وحريفيه في الدعاوي وحريفيه في الشكاوي وحريفيه في الشهاده زور وحريفيه في النصب والاستيلاء على املاك عباد الله. واليوم كنعرفوا مافيا العقار اشنو دايره في الاراضي السلاليه واش دايره في اجود الاراضي لا في المدن ولا في القرى. اليوم كنتمناو ان المشرع كذلك يوضع قوانين حازمه لتشجيع الاستثمار وتهيئ بيئه صالحه للاستثمار. وشفنا مؤخرا المنتدى الجهوي اللي دارته الوداديه الحسنيه للقضاة بمدينه مكناس واللي كان عنوانه المنتدى الجهوي الاول للعداله والاستثمار، واللي من خلاله ناقشوا عدد من القضاة والخبراء الوضعية وأساتذة التعليم العالي وأساتذة القانون وضعية القانون وما وضع المشرع والنصوص القانونية في حماية المستثمر وكذلك حماية الاستثمار. مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي ما بقى لي إلا نقول لكم حق الرد مكفول للطرف الثاني واللي هو هذا الجار ديالو اللي كيتهموا هذا السيد بأنه نصب عليه في بعد ما وعدوا بأنه غيبيع عليه الأرض ودار عليه أنكرو وداليه الزيتون وكذلك ضيعوا في 14 مليون ديال الإصلاحات وتيدعيه كما قال الحاج في هذا لوبسيون ما نساوهاش هي الدعاوي من 2018 الآن، وهذه هي اللي قهرات هذا السيد الآن اللي أمامنا اللي كيقول لك قهراتني ادعي 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 واش الله ينيك كليتيني كولني غير الله ينيك كيبعد عليا كليتيني كليتي رزقي داك الشيء اللي درت معاك ما وفيتيش الله يعاونك. نعم صافي تندعي الله تعالى كليتي غير سير كليتي غير سير عند الله نختصم عند الله تلتقي هادشي اللي كاين. شكرا مزيان تقدر حتى تكون دير شي حاجه يخفف ربما 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 بشر 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 احنا بشر ما كاينش واحد اللي معصوم البشر. نعم الله يدير الخير هادشي اللي كاين الله يدير الخير. شكرا لكم مشاهدي تابعي قناه شوف تيفي، كنتم معنا في هذا البث المباشر من قياده جماعه دار ام السلطان قياده عين عرمه ايت عبا واد سيدي علي والحاج بهذه القطعه. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي اللي كنحاولوا نعطيو يعني جميع احداثيات الجهات المسؤوله والمختصه، السيد راه غادي يمشي للنقد والابرام. كنتمناو طبعا تفاعل ايجابي مع النداءات ديالو، انه الحمد لله العداله ديالنا المغربيه والقضاء المغربي النزيه والمستقل انه ياخذ بيد هذا السيد وياخذ بعين الاعتبار الوضعيه ديالو. والحمد لله على مالكنا وعلى سيدنا اللي اليوم الحمد لله وفر جميع الظروف ووفر جميع البيئه لا القانونيه ولا الاداريه ولا التقنيه والمخطط الاخضر والجيل الاخضر والانخراط ديال كل مكونات هذه الدوله من اجل انها
تمد يد المساعده والعون وكذلك الدعم للمهاجر المغربي من اجل اندماجه في بلاده ويرجع لبلاده، لانه البراني عقوبته ولادو تيخاسموا عليه. تقول علاش ولادك؟ لا لا، غادي 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 تتخاد الامور ان شاء الله. عندنا الثقه، عندنا الثقه ان شاء الله انه غادي يتخاد الحق، ولكل ذي حق حقه. الا كان ديالك راه غتاخذ ديالك، الا كان ديال السيد راه غياخذ ديال السيد. ما ضاع حق وراءه طالب. فشكرا لكم مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تي في. ما بقى لي الا نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. حق الرد مكفول للطرف الثاني، يتواصل مع قناه شوف تي في، وكما استمعنا للحاج غنستمعوا ليه حتى هو، وله حق الرد طبعا. شكرا، كان معكم منير معطاوي من اقليم مكناس.